حاجات تقدر تعملها آخر يوم مدرسة. وأول حاجة تقدر تكتب اللي عاوز في أي حيطة أنت عايزها في المدرسة ومحدش هيعرفك. وتاني حاجة تقدر تضرب الشخص اللي بتكرهه لأنه مش هيقدر يروح يشتكي عليك. ورقم ثلاثة تقدر تقول مشاعر كرهك للمدرسين اللي بتكرههم. ورقم أربعة تقدر تحرق المدرسة بالطلاب بالمدرسين اللي بتكرههم. ورقم خمسة تقدر تلبسي لبس مخالف انتي وصحباتك أو تتأمون مع بعض. وبس كده، فعلي ايه الخضار اللي بتستمتع وانت بتاكله؟ وبس كده، see you.